Welcome to Susan's channel, a channel about cooking, baking, outgoings, and reviews. If you guys enjoy this content, please give it a thumbs up, subscribe, and share the videos with your friends and family. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل الليمونه بعصر معاكم، واخيرا حضرنا الحاجه بتاعته. ده الملح بس يا لولو، ده حبه البركه، هنحط 4 5 معالق، ولو عوزنا خلطه تاني نعملها. وده العصفر. السر بقى بتاع الليمون التاني اللي انا كنت قايله لكم عليه، المية السليق، الليمون المية السليق اللي انا سلقناه بيه، تغسلي بيه شعرك، لو شعرك فيه قشر ولا شعرك فيه اي حاجة قشرة يعني او مقصف او حاجة زي كده، بتغسلي شعرك بيه عاوزة تغسليه بيه بالشامبو اغسليه، عاوزة تغسلي بالشامبو عادي وبعد كده تشطفيه اشطفيه. هو ده السر اللي انا كنت هقوله لكم، بتاع من زمان كانت ننتي بتعمله كده وانا جربته يعني كتير والحمد لله كويس. والليمون تعملي الليمون اللي هو اللي ابو عصفر ده، بنعمله ان شاء الله عشان رمضان، بتعمليه بيقعد عندك من السنه للسنه ما بيحصلوش حاجه. اخر مره عملناه قعد عندنا 3 سنين، فاكره؟ لسه رمياه من شهر. بس ايه اللي خلاني رميته؟ عشان بيملح قوي وانا عندي الضغط عالي ومحدش بياكله الا انا، وهاجر كانت بتاكل منه سواعي وسواعي، فعشان كده رحت رميته وقلت خلينا بقى نعمل بقى الجديد. ادي الخلطه اهي، ملح على عصفر على حبه البركه، ولو عاوزه تحطي شطه حطي، انا مش هحط شطه، هبحط كام قرن احمر ناشف في الاخر. ولو عندك برطمانات ازاز حطي فيها، فاحنا ما عندناش برطمانات ازاز، عندنا البلاستيك بيبقى موجود عند درار تري او 99 للناس اللي عايشه هنا، بتفتح بتشقيه كده 4/4 زي كده، بس مش لحد الاخر، هي لحد النص دي تعتبر مش هتنفع. اسكتي يا لولو. بتشقيه كده اهو كده، اسكتي. وبعد كده بتحشي بقى بالخلطه دي، بتمليه بيها. اهو، وتحطيه في البطرمان واقف كده، ما بتحطهوش نايم. قلنا نخلي الليمون ونقعد معاكم بره في الطبيعه. ولما بيخلص، لما بتخلصي يعني الحشو خالص، اللي بيفيد منك من الخلطه دي بتحطيه على الوش، وتحطي له حبه زيت، وتحطي له كوبايه ليمون، عصير ليمون. مش عاوزة تحطي عصير الليمون ما تحطيش، بس لازم تحطي الزيت. بس يا ليلى بتكبسيه كده علشان خاطر ما يبقى حلو ويبقى فيه، وبيقعد عندك سنين ما يحصلوش اي حاجة، ودي يعني عن خبرة وعن تجربة. الخلطه خلصت وعملنا حبه تاني. هو ده ما بيبقاش ليه مقادير، بتحطي ملح وعصفر وحبه البركه. حبه البركه في الدول العربيه افتكر بيقولوا عليها الحبه السوداء. ادي البطرمان اهو خلص، هنحط على الوش بتاعه ليمون شرايح، هنقطعه في الاخر ونحط حبه ليمون شرايح وكوبايه زيت. ولو عاوزه تحطي عصير ليمون حطي، فانا ممكن ما احطش عصير ليمون علشان عصير الليمون بيخليه يستوي بعد شهر، فانا ان شاء الله عاملاه رمضان فمش هنحط عليه ليمون.
عشان يستوي على رمضان ان شاء الله، ولو في عمر وحنا ربنا نبقى نفتحه اول يوم رمضان مع بعض. في بقى كلمتين عاوزين ندردش فيهم سوا، بالنسبة للمشاكل وبالنسبة للفضايح والشرشحة اللي شغال على يوتيوب. ليه يا جماعة؟ يا جماعة مشوهين سمعة البلد، حرام 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 كده والله. بس يا ليلى خلينا نعرف نعرف نتكلم يا ليلى، والله العظيم مشوهين سمعة البلد بطريقة وحشة قوي. يعني مش كفاية كل حاجة كل حاجة أوحش حاجة مصر أو طلع فيها الأولى، أحلى حاجة مصر طلع فيها الآخر. حتى يوتيوب راخر هتخلوه يبقى أوحش حاجة في مصر، والتعليقات اللي الواحد بيقراها في قنوات، أبوس إيديكوا، اقفلوا النت في مصر، اقطعوه خالص، اقطعوا يوتيوب من مصر. أما يا جماعة أنتوا بتسترزقوا مني، أمال أنتوا عاملين الحرب ده كلها ليه؟ مش عشان الرزق؟ ربنا هو اللي بيرزق، ربنا هو اللي بيرزق النملة وبيرزق الحيوان وبيرزق البني آدم، ومحدش بياخد رزق حد، كل واحد بياخد رزق اللي ربنا كاتبهوله. يعني ما افتكرش يعني انتوا لما يتقطع في مصر هتبقوا مبسوطين وفرحانين، ما هو كنت كل واحدة بتسترزق وبتاخد مرتب في آخر الشهر، المرتب ده بتساعد بيه. امبارح أنا شفت قناة بتتكلم بتقول لك نزلت تشتري ورق عنب، ورق العنب منه لسه طالع الكيلو ب 60 جنيه. وناس تانية انا اعرفهم شخصيا بيقول لك بنروح نشتري طلبات السلطه ب 50 جنيه. يعني مش انا طبعا اللي هقول لكم الاسعار، انتوا عايشين هناك وعارفين الاسعار ايه. وحرام حرام يعني احنا اللي متبهدلين من اللي بيحصلان في مصر. يعني ما كل واحد عايش بره مصر، في مش هقول لك في اوروبا ولا في امريكا، عايش في الدول العربيه برضو في مشاكل. بسبب ايه؟ بسبب اللي هما مش محترميننا وبيقولوا علينا اوسخ الكلام واوسخ الالفاظ. هنعمل حبة الخلطة، خلصت هنعمل حبة كمان. هات الخلطة يا هاجر، هنحط تاني ونعمل علشان لسه الليمون ما خلصش ولسه في بطرمان تاني. هو العصفور اسمه ايه بالانجليزي يا هاجر؟ معرفش. ما تعرفيش اسمه؟ اسمه لا مش زعفران، سافرون. اسمه ايه؟ سافرون. ايوه العصفور على فكره موجود هنا في المحلات المكسيكاني والمحلات العربي. لو المحل العربي بعيد عنك زي حالاتنا كده وما بتروحلوش الا كل فتره طويله، موجود في المحلات المكسيكاني. انا هوريكم الكيس بتاعه بس لما نخش جوه. يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا، يعني نداء آخر نداء، خلي كل واحدة تشتغل في شغلها وملهاش دعوة بأي حد، وربنا هو اللي بيرزقنا جميعا. علشان المشاكل دي هتأثر على اللي بره واللي جوه، بتأثر علينا كلنا. ما قلتلكوش في الدول العربية بيشتموا فيهم وبيقولوا عليهم فوالين وبيقولوا عليهم، وسمعة مصر في الدول العربية مش كويسة، بيقولوا عليهم حرامية، وشوفوا لسه ايه اللي حصلان في الكويت، وشوفوا ايه اللي بيحصل في السعودية وايه اللي بيحصل في الامارات. هنحط كبشة كده على الوش. هو اللي ما بيحبش الحاجة المالحة ما يعملش الليمون ده، عشان الليمون ده بيبقى اكتريته ملح. ليلى ليلى هانم، لا تعرفي تجيبي كيس العصفور من جوه. خدي اوكي كوبايه الزيت اهي هنحطها، الزيت ده بيحفظه
هنحط في كل برطمان كوبايه، وبعد كده الليمون اللي احنا هو ده اسمه، والليمون اللي احنا مقطعينه شرايح زي كده هنغطي بيه البطرمان من فوق علشان خاطر برضو بيحفظه ويخليهوش يعفن ولا يحصل له اي حاجة. تعالي لم الليمون ده يا ليلى. ادي الكوبايه اهي، هندلقها في البطرمان التاني اهو. الزيت دوت اكني ماده حافظه، هو اللي بيحفظه، وترنشات الليمون دي ما بتحصلهاش اي حاجه، وبتبقى مخلله في الاخر وبتاكليها. وليلى هي هتخلله معانا عشان يبقى طعمه جميل ان شاء الله. ولو ما سكتتش ليلى اللي مش قاعده ساكته، شوفوا ايه اللي هيجرى لها. ها هتاخد 100 بوسه اهو. كده احنا خلصناه، ممكن نقطع له واحدتين كمان شرايح. وعلى فكره الليمون دوت لما بينزل الميه اللي فيه بتبقى تقيله عامله زي العسل، علشان لما تلاقوه عمل كده ما تقولوش اللي هو باظ، هي دي الميه بتاعته بتبقى تقيله زي العسل. ده اسمه ليمون بعصفر، مشهورين في مصر جدودنا وامهاتنا وكل الناس بتاعت زمان كانت بتعمله. الله اعلم في حد بيعرف بيعمله دلوقتي، يعني اقصد بيعملوه دلوقتي ولا لا. سوري. الليمون اهو بعد ايه هنسيبه شهرين او شهر ونبص عليه ونشوفه، وان شاء الله واحنا مع بعض هنبقى نفتح عليه في اي وقت ونشوفه. ادي شكله اهو بيبقى كده، وما لهوش حاجه الا كوبايه زيت. لو انت عايزه تاكليه بعد شهر سوري، ثلاث كوبايات ليمون، وحطيهم ليمون صافي من غير اي ميه ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه، تعمليه صافي وتدلويه في كل بطرمان وتاكليه بعد شهر. لكن لو هتعمليه من دلوقتي وتسيبيه رمضان ما تحطيش عليه عصير ليمون خالص، هي كوبايه الزيت والخلطه اللي حطيناها وخلاص. وان شاء الله الليمون يعجبكم. واديني قلت لكم على السر، واعملوا لشعركم وجربوه وقولوا لي. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب بلغنا رمضان.